شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العلي العظيم. بعض اللغويين يعرفون الخسارة بأنها عبارة عن فقدان شيء من رأس المال، أو فقدان رأس المال كله. إذا واحد فقد ثروته أو فقد شيئا من ثروته، هذا الفقدان يقال له الخسارة. كما أنه إذا احتفظ برأس المال، حافظ على رأس المال ونال زيادة أيضا، هذا يقال له الربح. وهنالك حالة وسطى بين الربح والخسارة، يحافظ على رأس المال ولكنه لا يحصل على زيادة، هذه حالة متوسطة بين الربح وبين الخسارة. النقطة التي تهمنا في هذا البحث قبل أن نعود إلى ظلال الآية الكريمة، أن الخسارة ترتبط خطورتها ووقعها على النفس وتأثيرها في الروح بمقدار أهمية ما فقده الإنسان. كلما كان الشيء الذي فقده الإنسان أهم، كانت الخسارة أكبر وكان وقعها على النفس أشد، وكان إيلامها للروح أكثر. أحيانا واحد يدخل في تجارة فيخسر جزء صغير من ثروته، هذا مؤلم ولكنه مؤلم بمقدار. وأحيانا واحد يفقد نصف ثروته، درجة
هذا الألم تكون أكثر. وأحياناً واحد يفقد كل ثروته، هنا تتضاعف درجة الألم. أحياناً واحد قبل فترة، لعله قبل شهر، جاء هنا شاب أعاذنا الله جميعاً من أمثال هذه الحوادث. هذا في حادث من الحوادث كان قد فقد كل شيء، رجل شاب له مرتبة رفيعة من العلم، مستوى رفيع، مهندس كان حسب الشهادات اللي كان جايبها. حدثت هنالك هزة أرضية في بلده، وإذا به في لحظات يفقد كل شيء، يفقد زوجته ويفقد أولاده ويفقد بيته ويفقد صحته وحتى يفقد مشاعره. يعني عندما كان جاي هنا كان يبدو أشبه بالأفراد الذين فقدوا شعورهم. واحد في لحظة واحدة يفقد كل شيء، هذا جدا ثقيل على النفس وجدا مؤلم. الشيء الذي يبدو من القرآن الكريم، من آيات القرآن الكريم، أن هذه الأنواع من الخسائر، خسارة الأهل، خسارة المال، خسارة الأولاد، خسارة الصحة، هذه كلها في منطق القرآن الكريم لا تعتبر خسارة. هذه الخسائر خسائر قابلة للتعويض. واحد فقد أمواله، يتاجر مرة ثانية وتعود إليها أمواله. واحد يفقد صحته، يعالج نفسه فتعود إليه صحته. إذا فرضنا أن هذه الخسائر غير قابلة للتعويض ولكنها خسائر مؤقتة، الإنسان يعيش هذه الخسارة، يعاني هذه المرارة سنة سنتين عشر سنوات، ولكن لها نهاية، في يوم من الأيام ينتهي كل شيء وتنتهي هذه الخسائر وتنتهي هذه المرارة بانتهاء نفس الإنسان. الإنسان إذا يوم من الأيام انتهى، إذا رحل عن هذه الحياة ينتهي كل شيء. فهذه الخسائر في منطق القرآن الكريم لا تعد خسائر. الخسارة الحقيقية تكمن في شيء آخر. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة: قل إن الخاسرين من هم؟ من هم الخاسرون؟ هل الخاسرون الذين فقدوا أموالهم؟ لا. الذين فقدوا بيوتهم؟ لا. الذين فقدوا صحتهم؟ لا. الإنسان الخاسر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. واحد يجي يوم القيامة وقد خسر نفسه. هنالك مثل يقول: إذا الإنسان ربح العالم كله، كل العالم ربح، أصبح حاكماً لهذه الدنيا كلها،
ولكنه خسر نفسه، لم يربح شيئا، هذا مو رابح، هذا لا يعد ربحا في مقابل تلك الخسارة الدائمة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هو يذهب إلى النار ويقود أهله أيضا إلى النار. الإنسان الخاسر عادة لا يذهب هو إلى جهنم فقط، هو يذهب إلى جهنم، زوجته يقودها إلى جهنم، أولاده يقودهم إلى جهنم، بناته يقودهن إلى جهنم، أهله وعشيرته يقودهم إلى جهنم. هذه طبيعة الإنسان الخاسر. أكو هنالك استثناءات، الاستثناءات موجودة، ولكن الإنسان الخاسر طبيعته أنه يقود أهله، أولاده، زوجته، المحيطين به كلهم يقودهم إلى النار. فرعون ما الذي فعل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وأضل فرعون قومه وما هدى. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: يقدم قومه، هذا في الدنيا، وأضل فرعون قومه وما هدى، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أيضا قائدهم إلى النار، فأوردهم النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه الآية الكريمة ذكرناها كمقدمة لهذه العطلة التي هي على الأبواب. إحنا الآن على أبواب العطلة الصيفية. إحدى الأشياء المهمة جدا أن يلتفت الآباء وأن تلتفت الأمهات إلى أولادهم. إحنا عادة نعتبر أنفسنا مسؤولين عن الناحية المادية في حياة أولادنا، هذا عندنا إحساس بذلك، شعور بذلك. ما يتمكن واحد في يوم من الأيام يجي إلى البيت يقول أنا ما عندي شيء، يقول أنا ما أتمكنت أحصل على مال. لا نسمح لأنفسنا بذلك، لأن إحنا نشعر أن تأمين الناحية المادية لأولادنا هذه مسؤوليتنا بأي طريقة. يجب أن نكد، أن نجتهد، أن نذهب، أن نتعب. إذا في يوم من الأيام واحد ما كان عنده مال يروح يقترض. بعض الأفراد يريقون ماء وجههم، ولو هذا العمل مو صحيح أن الإنسان يريق ماء وجهه، المؤمن له كرامة، ولكن بعض الأفراد يريق ماء وجهه من أجل عائلته، يقول أنا بالليل عندما أجي إلى عائلتي كيف أنظر إلى وجوههم وأنا لم أؤمن حياتهم المادية. هذا الشعور إحنا عندنا، الشعور بضرورة تأمين الحياة المادية. مثل هذا الشعور ومثل هذا الإحساس يجب أن يكون بالنسبة إلى الحياة المعنوية. الإنسان كما هو مسؤول عن الناحية المادية
مسؤول أيضا عن الناحية المعنوية. هذا الطفل كيف يعيش؟ أين يعيش؟ كيف ينمو؟ في أي جو هذا الطفل ينمو؟ هذه المرأة تنمو؟ هذا يجب أن يفكر فيه. في إحدى التقارير التي نشرت قبل فترة في هذا البلد أن الأطفال يقضون يومياً من حياتهم، هؤلاء أطفالنا الذين في بيوتنا والذين يخلفوننا في المستقبل، هؤلاء الأطفال يقضون يومياً أمام التلفزيون بين ساعتين إلى 6 ساعات يومياً. هذه الثقافة اللي واقعها ثقافة مخربة، حتى هذه الأشياء التي ترونها بريئة في ظاهرها، الأشياء التي ترونها عادية في ظاهرها واقعاً لها أثر تخريبي، تدمر أخلاق الطفل، تدمر روحية الطفل، تدمر إيمان الطفل. هذا الطفل الذي يجلس أمام هذه الأفلام 6 ساعات يومياً أو 2 ساعة يومياً، كيف يصنع هذا الطفل؟ هذا يحتاج إلى أجواء مضاد، أجواء مضاد. الجو الفاسد يحتاج في مقابله إلى جو صالح. هذه التجربة قامت بها بعض الجاليات الإسلامية المهاجرة. هذه التجربة دليل على أن الإنسان يتمكن أن يقاوم في كل المحيطات. هاي قدرة الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان، قدرة المقاومة، المقاومة الجسدية، المقاومة الروحية. يتمكن في ذلك المحيط المليء بالفساد، المحيطات الكافرة اللي كل شيء فيها يوحي بالفساد. كثير من المسلمين الذين لم يهتموا، لم يفكروا، لم يعتنوا، ذابوا في تلك المحيطات، راحوا، انتهوا. ولكن بعض الجاليات هؤلاء اهتموا بهذه القضية، اهتموا بأولادهم، اهتموا ببناتهم، وجهوهم، خلقوا لهم جوا مؤمنا، جو مؤمن، مع أن هناك ماكو أجواء، ولكن خلقوا أجواء مصغرة وحافظوا على أولادهم وحافظوا على بناتهم في تلك الأجواء. وبعضهم كما نقل لي يعيشون في تلك البلاد أفضل مما نعيش في بلادنا هذه، يعني شبابهم يملكون من الإيمان والأخلاق والتقوى أفضل مما يحمله كثير من شبابنا في بلادنا. هذا دليل على أنه ممكن. الإنسان إذا فكر واهتم وصنع الأجواء يحتاج إلى أجواء، يتمكن أن ينشئ أولاده وعائلته وذريته على النهج الصحيح. هنالك نقطة أخرى
لا بأس بالإشارة إليها. وهذه النقطة أن الاهتمام بهذه القضية لا ينفع فقط آخرة الإنسان، وإنما ينفع حتى دنيا الإنسان. إهمال هذه القضية لا يجعل الإنسان يخسر في آخرته فقط، بل يخسر حتى دنياه. هذا الابن اللي ربيته، اهتميت به، فكرت فيه، خلقت له أجواء إيمانية، وضعته في دورات تربيه، هذا ينفعك في مستقبل. هذا في يوم من الأيام ما يصير يجي يوم يقف في وجهك. أما الابن الذي لا يربى، هذا يجي في يوم من الأيام يقف في وجهك. ماكو أبناء يقفون في وجه آبائهم؟ كثير. هذا الابن ما يمكن في يوم من الأيام يأتي ويخونك، ولكن إذا الابن ما عنده تربية، ما عنده توجيه، ما المانع أن يأتي يوم من الأيام يخون أباه؟ ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. الإنسان الذي لا يهتم لا يخسر آخرته فقط، وإنما يخسر دنياه أيضا. هذه خسارة مزدوجة، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. لذلك حقيقة نحن يجب أن نهتم بأهلنا، بعائلتنا، بزوجاتنا، بأولادنا، ببناتنا. هذه القضية التي أنقلها حقيقة قضية يجب أن نعتبر منها. القضية ليست قضية تاريخية، وإنما قضية معاصرة. أحد المتدينين ينقل أنه كان عندنا صديق، هذا الصديق كان بعيد جدا عن الدين، ما كان متدين، يمكن تربيته العائلية كانت ضعيفة، أجواء كانت غير مشجعة على الإيمان، جدا كان بعيد عن الدين، وما كان يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يصلي ولا يصوم. وفوق ذلك كله، أي واحد كان يشوفه كان يحاول أن يجره بعيدا عن الدين. أي واحد يشوفه يأتي يشككه في الله، في اليوم الآخر، في العقائد الدينية. هذه كانت طبيعته. يقول مضت أعوام وأعوام على هذه الحالة. بعد 10 سنوات في يوم من الأيام جاء إلى بيتي هذا الرجل الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. خوب، أنا باعتبار الصداقة القديمة رحبت به وضيفته. يقول عندما حان وقت الأذان وإذا به أراه يقوم يذهب ويتوضأ ويصلي، أنا تعجبت. بعد ما كمل سألته أنه أنت ما كنت تؤمن بهذه الأشياء، ما كنت تؤمن بالله ولا بالصلاة، فما الذي غيرك
قال في الواقع أنا وصلت إلى نقطة شعرت فيها أنني لا أستطيع الحياة بدون الدين. أنا وصلت إلى نقطة شعرت فيها أنني لا أستطيع الحياة بدون الدين وبدون الإيمان. قلت وكيف؟ قال تجربة حدثت لي في الحياة، وهذه التجربة هي تجربة الزواج. إحنا بعد أن افترقنا أنا كنت أبحث عن زوجة إلى أن وجدت زوجتي امرأة وجدت فيها ما أبغي، ولكنها كانت من عائلة متدينة مؤمنة. أنا من اليوم الأول الذي وقع اختياري على هذه الفتاة أخذت أشككها في الدين، من اليوم الأول أنه ما هو الدين وما هي الحاجة إلى الدين، ولا نحتاج إلى العقد، لماذا العقد الشرعي؟ ماكو حاجة، ماكو ضرورة. الزواج عبارة عن توافق طرفين على إنشاء حياة مشتركة، هذا معنى الزواج. الزوج يرضى، الزوجة ترضى، وينشئان هذه الحياة المشتركة. بعد عقد ما يحتاج، شيء ما يحتاج. يقول تكلمت معها وتكلمت معها وتزوجنا، شيئا فشيئا أخذت أجر هذه المرأة إلى مجالس لا يرضاها الله، شيئا فشيئا، وأنا غافل عن أنه أنا ماذا أصنع. هذا الولد الذي يذهب إلى مجالس، هذا إلى أين ينتهي به المصير؟ هذا الذي يسير مع رفاق السوء، هذا إلى أين ينتهي به المطاف؟ هذه البنت التي تصادق بنت غير متدينة، إلى أين ينتهي بها المطاف؟ واحد يجب أن يفكر في ذلك. يقول أنا غافل، شيئا فشيئا رأيت أن هذه المرأة تغيرت وتبدلت، وحياتنا العائلية أصبح لها لون آخر، وأنا لا أعرف العلة. يقول في يوم من الأيام جاءت وقالت لي أنا قررت أن أنهي هذا الزواج، انتهى. قلت لها وكيف؟ شلون تنهين هذا الزواج؟ قالت ما تتذكر ذاك اليوم اللي قلت أن الحياة المشتركة تبدأ برضاية طرفين؟ تتذكر تلك الكلمة؟ ولا يحتاج إلى عقد ولا يحتاج إلى شيء، هاي الحياة المشتركة. الآن أنا مو راضية ببقاء هذه الحياة المشتركة، أنا مو راضية بذلك، وأنا من هذا اليوم أفسخ هذه العلاقة. يقول كلما تكلمت معها نصحتها ما فاد وياها، وذهبت إلى أحد أصدقائي، هو هذا الصديق الذي أنا عرفتها عليه وفتحت باب العلاقة بينها وبينه، ذهبت إليه. المرأة خانت، الصديق خان، لأنه عندما ماكو إيمان ما المانع أن يخون الإنسان صديقه؟ ما المانع أن يخون الإنسان أباه؟ ما المانع أن يخون الإنسان شريكه؟
الإنسان غير المتدين لا يؤمن على دينار واحد. يعني عندما تعطي دينار ما تعلم أنه يخونك في هذا الدينار أو ما يخونك، لأن ما عنده مانع، لأنه ما عنده رادع. يقول بعد هذه التجربة: أنا عرفت أنني أخطأت، بقيت سنوات متحير أفكر، ثم ذهبت لانتخاب زوجة جديدة. كان أول شرط عندي أن تكون هذه المرأة مؤمنة، وأن لا تترك الصلاة ولا يوم واحد. هذه المرأة هي التي يمكن أن يوثق بها، المرأة اللي تخاف من الله واحد يتمكن يثق بها. أما المرأة التي لا تخاف الله كيف يثق بها الإنسان؟ المرأة التي تخون الله ألا تخون زوجها؟ أكو مانع عندها من ذلك؟ يقول: ومنذ ذلك اليوم تزوجنا، وأنا وهي لم نترك الصيام يوما واحدا من شهر رمضان، ولم نترك الصلاة ولا يوما واحدا، ولم نترك قراءة القرآن ولا يوم واحد بعد صلاة الصبح. أنا الآن عرفت أن هذه المرأة هي التي أتمكن أن أعتمد عليها. المرأة المؤمنة المتدينة واحد يتمكن يعتمد عليها، أما المرأة التي لا تخاف الله كيف يعتمد عليها الإنسان؟ العلاقات الاجتماعية تحتاج إلى قاعدة، وهذه القاعدة قاعدة الإيمان. العهود تحتاج إلى قاعدة، المواثيق الاجتماعية تحتاج إلى قاعدة، وهذه القاعدة هي قاعدة الإيمان. الإنسان الذي يهتم يربح آخرته ويربح دنياه أيضا، الإنسان الذي لا يهتم يخسر آخرته ويخسر دنياه أيضا. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. من الضروري أن الآباء، أن الأمهات يهتمون بأولادهم، ببناتهم، بإيمانهم، بأخلاقهم، حتى إن شاء الله ينفعونهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي